وكمان مع الأخبار الطبية ربطت بعض الدراسات العلمية الحديثة بين شكل وهيئة جسم الإنسان وسماته الشخصية، حيث أظهر بحث جديد يقول إنه عندما نلتقي بأشخاص جدد فإن انطباعاتنا الأولى عنهم قد تعتمد ولو بشكل جزئي على هيئتهم وشكل أجسامهم. وحول نتائج ذلك البحث قال أستاذ بجامعة تكساس الأمريكية: يثبت أنه بحثنا الأشخاص الذين يستنتجون مجموعة واسعة من سماتهم الشخصية فقط من خلال النظر إلى السمات الجسدية يمكن أن تسهم تلك الصورة النمطية في كيفية الحكم والتفاعل مع المعارف الجدد والغرباء، فإن هذه التحيزات تعد مهمة للنظر في كيفية تشكيل الانطباعات الأولى.